15 ريال يا اخوان. يا البلد فيه خير الحقيقة، لكن المشكلة بعض شبابنا عنده ياس والعياذ بالله. إذا ما تفتح الباب وتشجع شوي وهذا الطريق ناجح وجرب وهكذا مثل ما قالوا الأخوان والدكتور جزاه الله خير، يعني بعضها الأمور وخاصة الوراش فيها خير عظيم. أنا مرة حضرت لي قصة، دخلت موتر يعبي فريون، وإذا ذاك الشاب على ميتر تو جاي جديد ونظيف، يوم جاء له والله أن الدنيا الدخاخين من نفس المكينة قائمة، واصلت الله أعلم يمكن حوالي 5 متر فوق، وهو يجي ويمر محل تغيير زيوت او مدري والله موازين حقات اذرعه، يوم انه مر لو والله العمالة تخبر جالسين على افواه الوراش وشافوا هالدخان. المهم من مر على واحد وقال جاي كذا، هذا من العمالة الوافده، حطه على شو اسمه على الحفره، جاب هالشاب ذا والله ما ادري عنده دوام الرجال مصيف. المهم انه جاء ولبق، يوم لبق لو والله قدامه اكل وليد هذي يدور الريال ما يحتاج، قال يا اخوي الموتر الله اعلم انه انفقع عليه، شوف الدخان. المهم قال طف الموتر وشاف العله. المهندس له العله ما هي بشيء، لكن انفجع على الولد ذا علشان ما يعرف شيء ولا جرب، لو انه جربت انا اكتشف الحقيقه. المهم الرجال ابترم وقال والله الموتر ان شاء الله انه نبي نسويه لك، لكن مبلغ من المال. قال يا اخوي عسى ما يطول اسبوع، قال لا ان شاء الله 3 ساعات باذن الله، حطنا المفاتيح وروح لبيتكم وبعد 3 ساعات ان شاء الله تجي، حنا يمكن حوالي الساعه 9 الصباح. راح الولد اخذ له تاكس وراح ظهر البيت وانا ما زلت موجود، ويوم جاء عقب الظهر عاد انا جيت وقمت اتشرف على الرجال اللي يشتغل ذا. واذا يا اخواني لي زيت يطيح على الصاجة، لي زيت منفقع ويضرب على القزوز وتولع ولعت الدنيا دخاخين، ولا يشوف لا كبوت ولا المكينة ولا شيء. وظن الولد هذا علشان ما جرب شيء ولا عرف شيء ظن انه انفقع الموتر. المهم الرجال يوم جاء بعد الظهر انا جيت والله الموتر جاهز، موتري لو والله الموتر مغسل وكل شيء منظفه. اخذ انا شفته يوم قام يويد طلع له ما يصير ما هي طويلة لي يمكن شبرين او اقل شوي، وغسلها وجاب البخاخ هذا وغزل المكينة، وإذا أنها ما تبي شيء أخذ له ب5 تري للظاهر لي وركبه. يوم جاء بعد الظهر لو والله الولد جاي قال إن شاء الله خلاص، قال يا أبوي ضمان إن شاء الله بحدود سنة كاملة بإذن الله ما قال هو انفقع، قال والله ما الحمد لله حنا زينا ماله يا ابن علمني، قال ولا أنا معلمك أنت مالك كله شيء ناجح. المهم الرجال قال كم حقه؟ قال ما على خير تخير، عطني اللي الله يكتم منك. نضرب بجيبه منه ومن هنا ومن هنا، وقام مجمع الرجال عنده قريشات ما هي واجد، يا 600 يا 700 شيء علمك. المهم انه جاء الرجال وقال يا اخوي والله يمكن مقصر بحقك، ضبط المكينه وضمان، قال ضمان سنه كامله اشي لي ب5 تريل ركبه. المهم الرجال عطى يا 600 يا 500 انا ماني متاكد، قال الله يكثر اشكالك مع الناس. قلت الله يقل اشكالي يا اخي لو ان عرف موتره، انا ماني باللسان على احد، لكن يا اخي مفروض انت مسلم وتدور الحقيقه الحلال يا اخي، تساهلت مع اخيك. قال هذه رزاق اسمها رب العالمين يا وجه الله، انا لله وانا اليه. ويركب هذاك ويشتري بيديته لي يا اخواني ب5 تريل، وليأخذ علي 600 يا 700 بهالحد هذا. فعدم الخبرة هذه مشكلتنا عنا، عندنا شباب نايم. احنا ندعو الشباب بس والله. ادعو الشباب وعلمهم والامر بسيط. انا والله ودي طال عمرك في لا تبغت تجيب لنا قصة واحد تو. اي اللي قلت يوم يقول فطنتني عليه. اي قصة اللي تو كنت اللي صبحته بالخير. اي ادرس في الجامعة. ما شاء الله انت وصلت الجامعه يا ابو سيف. رحم الله ام الجامعه. ما شاء الله تبارك الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يوفقك. ايام الجامعه بعد سادسه. ها؟ ايام الجامعه بعد سادسه. دروب. الاولين فازوا. كان عندنا واحد طال عمرك مدرس في المعهد في مدرسه من المدارس مصري خريج الازهر. ومنشد. المصري هذا على اذنكم يا اخوان. يلا الله السلام عليكم ورحمه الله. ومنشط يا اخي بالله الله يستر، ومتمكن في اللغه العربيه وخريج الازهر. طيب عطنا. المهم جيت عنده طال عمرك وقعد معي طال عمرك مع
القاعدة و... طبعا كنت أدرس شريعة حول طبعا أصول دين. نعم. و... هذا في الأحساء. إيه في الأحساء في جامعة الإمام. وكان الرجال طال عمرك عود معي المصري المصري ما شاء الله وافادني استفاده لا يعني كان نكته المصريين هو لكن يوم جينا في التدريس لقيته بحر فاكهه تشتي بس تسمع منه الله يجزاك تستفيد منه كان يعني كان مؤذن المسجد جزاه الله خير فاقول لك هذا الاستفاده اللي تقولون عنها انتم انك ترجع الواحد يعلم صاحب خبرة والله العظيم اني استفدت حتى كان عندنا القاء الخطبة خطب ما الخطب فأعطاني تخابر شغلة مصرية ممتاز وهات أول خطبة لك يا أبو سيف أول خطبة الطلبة جاتك الله سمعناها لا لا جانا ما يرحول لا واللي يرحول دين أول فأقول لك استفدنا منه استفادة كبيرة جدا جدا فلهذا نقول للشيخ لا تستهينون بالدورات لا بالله لا تستهينون اي والله وبالتعليم والتوجيه وتوجيه الشباب اللي انا ودي على قولتك الشباب طال عمرك احنا تكلمنا تو عن الاوادم وقلتوا انتم وضعوا سوق للاسر المنتجه انا ابي مو بسوق انا ابي مجمع ايوه يوضع طال عمرك للخريجين وللناس اللي تخرجوا وتعطيهم طال عمرك الحكومة الآن الحكومة ولله الحمد تعطي مبالغ سلفة اي لا للمشاريع الصغيرة اي يعطونها 100,000 طال اي نعم المشاريع الصغيرة ذي لو حطوا سوق كامل للأوادم لأن لو شاف الدكان فيه سعودي والدكان الثاني فيه هندي أو أي أجنبي أنا متأكد أنه بيروح للأجنبي وبيترك السعودي ليش؟ ما أدري كذا لكني لو حطوا السوق هذا سوق السبع يعني عندنا في القيصرية في قيصرية الحساء كل شارع حرفة أو سوق الملابس سوق الهذيان سوق كذا سوق كذا سوق كذا هذا للسباكين هذا للميكانيكيين هذا طال عمرك للخرازين احنا نفتقد الخرازين لا ما عندنا خرازين ولا عندنا نعال تخرز الأول تخرز الحين ما تخرز لحط طال عمرك واشترك جديد وروح اعمل لي محل حق الدكاكين دكان طال عمرك تخرز يعني تصلح تصلح ايه سمعت الاسكافي فأنا لما أجي طال عمرك في ذا الأماكن وأدخل هذا سوق السعودية أدخل من الباب طال عمرك ألاقي السوق موجود طيب ما يخلون أبو سيف في اللي فيه يشتغلون الشباب اللي في المدارس مثلا قليل وفي الحسا ابو سيف موجودين الشباب يشتغلون يعني في الثانوي يشتغل نعم صحيح والله والله يشتغل. العظيم الان المشاريع الصغيره بدات تفتح دكاكين وبدات تفتح ورش بدأوا يشتغلون ما عندنا احنا الكلمه عيب ما عندنا ذا الحكي مره الدكان طال عمرك اللي عربيه سعودي اللي يدف في العربيه طال عمرك سعودي اللي يشتغل في الخضار سعودي كلن يشتغل والله ما شاء الله عليكم يا ابو طيب والله مجتمع كذا مجتمع طايف الطايف اللي يحرجون سعوديين واللي يدفون العربيات سعوديين واللي يبيعون يشترون سعوديين قصين بريده والله يدك اكيننا مليانه الحين انا اذكر عندي ولد كان يدور يمين يسار عندي في الكشافه انا فاتح له محل ما شاء الله شغل معليش يا شيخ بس هذه دعوه للجهات الخيريه اللي عنده تحتها مستفيدين لو يا شيخ الجهات الخيريه تدعم المستفيدين بقروض يعني ميسره مثل 20,000 يرجعها المستفيد 300 ريال شهري بس بشرط انه يكون المستفيد يقدم مشروع يعود اليه بالنفع اي بس افضل يدخلها اي شغله معليش يا شيخ افضل منهم يعطونه كل سنه 1005 ولا 2000 ريال ولا 3000 ريال ولا 4000 اعطوا 20 مره واحده واعطوه مشروع متميز فيه فبهذه الحاله يكون حولته من مستفيد الى منتج انا رحت قبل اسبوعين وصاروا يعطون بعض الاسر وايد مويه يكدبه ويسدد سدد شهريين 2000 ومدي 1005 ايش الجهه اللي تمنع؟ ها؟ جمعيه البر جميله جدا يا شيخ جميله جدا مره شيخنا شغله يمكن 5 او 6 او 7 مكلف يا شيخ غالي كيف؟ ليش؟
اقول بالنسبه للجمعيه يعني الوايه بكم وايه المال؟ يمكن 70,000. لا ما في، لا بدينا اذا صار 80 يمكن بدينا ممكن 80 2016. لا الوايه ما اعرف شو لا في سوق الجهات الجهات اللي تمنح قصدي المرسيدسات الكبيره ذي الجهات اللي تمنح خمسه على كل حد بس انه يشغله ويرجع اي هذا الكلام صح شيخ.